حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الطليعة الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج شيفكم. أكيد طبعاً بالبداية أحب أشكر مطعم فيلا 14 اللي وفر لنا هذا المطبخ الجميل. وقبل لا أرحب بشيف راكان، أريد شوية أمليكم وأفتن لكم بكم موضوع. اليوم أطباقنا خليجية، لبنانية، وأيضاً عراقية وفلسطينية. هسه اروح ارحب، لان ما اقدر، لازم اقول لك يوم اقولهم كلهم قبل لا شيف راكان يقولهم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك ورمضان مبارك عليك ان شاء الله. حياتي ما اقدر انا، لازم أقول. لازم اكيد اكيد لازم مو كل مره تدمج الاطباق. اكيد يلا اطباقنا اليوم نبدي بالخليجي اللي هو كبسه الدجاج، هو دجاج والتمن والبصل والطماطه والفلفل الحار والتوابل مالها، الكركم، الفلفل الاسود، والكمون، والكزبره، والقرنفل، والورقار، والملح ايضا راح يكون معاها، وايضا التبوله، المعدنوس، والبرغل الناعم، ليمون ننقع بها البرغل الناعم، واللامونديزي، والملح، والزيت زيتون، والشوربه العراقيه اكيد هي المعروفه، الشوربه والبصل والتوابل راح يكون ينزلن مع الطريقه مالتها، والبسبوسه، حليب باودر، سميد حليب 200 غرام، سميد 250 غرام، سكر باودر 200 غرام، كاسة زيت عادي، بيض 3 بيضات، قشطة حوالي 200 غرام، وأيضا الدهن والفانيلا والبيكنج باودر راح يكون معها. طيب يلا خلينا نبلش هسه شيف راكان. أكيد طبختنا اللي هي مشاهدين الكرام كبسة الدجاج. كبسة الدجاج، نجي على البصل أول شيء. حبتين بصل. حبتين بصل. حاطين زبدة إحنا. لا زيت هو راح يكون. إيه. نباتي. شكد نخليه؟ مو هواية لأنه هو الدجاج. هذا هو الزيت؟ هذا هو الزيت. أوكي. أوكي. كافي إنشي؟ كلش كافي. هل أحط بعد شوي زيادة؟ تحب أكل الدين أنت يعني. كلش. هو ماذا أشوف؟ راح ندير البصل. شغلها بعدها مشغل؟ هاي شغلناها. لا خوش شي فاني. لا حطيت الزيت. حطيت الزيت وناب حدا بيشتغل. يلا عادي ترهم ما عليه شي. شو عاجل هيك البصل كبار؟ هو راح يذبل يعني بالطبق، فلازم يبين البصل اصلا يعني بالطبق، فراح يذبل ترمته خشن. طماطه. نضيف له؟ لا ما نضيف له هسه الطماطه. الا يتغير لون البصل؟ الا يتغير، وراح نضيف له الدجاج قبل الطماطه، ونضيف له الفلفل الحار. تقطيعه هسه راح يكون على حوالي اربع ست قطع راح يكون. ست قطع يصيرن؟ سته ثمانيه مو اكثر. طيب. تحب اني اسوي لك سلطه شيء؟ لا اليوم راح نعطيك الطبق انت. اني بس اشوح لك. شوح الطبق اليوم لان تبوله ناعمه وانت ايدك خشنه شويه يعني يعتبر نفس مالتي. نفس مالتي اكل طبق اليوم. نفس مالتي بالطبخ انه حيكون الاكل طيب ولا لا ما اعرف. هنا عندنا الدجاج، هاي المنطقه بالدجاج. اي هذه دائما زفره وتنشال لازم ما تبقى. هاي اليم الرقبه. اليم الرقبه. وايضا هاي المنطقه وينها؟ هي هاي يصير بيها شويه دهن. اي هاي المنطقتين لازم تنشال ما تبقى، تطلع الزفاره مالتها ما تطلع بالدجاج بعد. حلو راحت كل الدجاج. اشبقها. ما بقى بيها شيء. كم قطعة قلنا؟ ستة؟ ست قطع راح أسويها، صدر دجاج اللي هو ستة، ثمانية راح أسويها يعني بالضبط. حلو. إيه ثمانية. ما راح أسويها قطع كبار، هو يرهم قطع كبار مو ما يرهم. حسب الرغبة. بس يعني. بس على مود البرنامج والوقت فلازم تكون شوية قطع صغار يعني. بس يلا نضيف. هسه راح نضيف له.
ضيف له فلفل قبل الدجاج. الاكلات الخليجيه شويه حاره يعني يحبون بعض الحروره بالاكل يعني. لان تدري انه اكثر موظفيهم هنود والهنود معروفين بالبهارات وبالبهارات وكذا. وحاليا اخذوا طريقه يعني تقريبا العراقيين من الساحه حاليا شويه شويه يعني يحبون السبايسي قاموا بالذات يعني انا بالبيت لو بيدي حتى بالبيض احط شطه لازم. هسه اغطيها وخلاص. غطيها هاي حاليا. نرجع على العدس، شوربة العدس. انت بفور المي طبعا. انا بفور المي جاهز. نضيف العدس. نضيف العدس اكيد مغسول هذا 200 غرام. يعني عندك هذا السلقه انت. سلقه اول شيء. قبل كل شيء يعني هو. حلو. ها. ها. ما في شيء عادي عادي الحمد لله. هسه يلا غطيه خلاص. غطي العدس قبغه. اي هاي ما تحتاجها خلصك بعدها. لا لا هاي خلصنا من عندها. يلا خلصك بعدها. دائما الطبخات اسالك اقول لك انه ايش قد يراد لها وقت. بالنسبه للكبسه ايش قد يراد لها وقت؟ حوالي 40 دقيقة 35 دقيقة يراد لها لأن هو التمن من ينضاف طيب. عليها. بالنسبة للشوربة جديدة يراد لها وقت؟ الشوربة 20 دقيقة هي كاملة. 20 جاهزة إن شاء الله يعني. بس راح أتحول على البسبوسة لأن البسبوسة أيضا تطول طريقة عملها وشغلها يعني. طيب. بس أتحول على البسبوسة. البسبوسة 35 دقيقة. 35؟ إيه درجة. يعني اليوم أكلاتنا مشاهدين الكرام ما يستغرق وقت كثير. بس مجرد انه حفظون الطريقه من الشيف راكان اكيد راح تطلع عندكم الطبخه مضبوطه. طبعا بدا يطلع ريحه كلش طيبه. شو وقت تحط التوابل؟ تغير لون الدجاج. فد دقيقتين ونحط له التوابل بيتغير بعد اكثر. طيب. انا احبها ايه استمتع. اكثر اكلات تطبخها بالبيت؟ باكه. باكه؟ شلون تطبخ الباكه؟ هي الباكه تنطبخ يعني الطريقه اللي اكو ناس يحبون ياكلوها بالبيت. المصلاوية. اكو ناس يحبون ياكلوها بالمطاعم. مطاعم. طيب نقول مال البيت شلون تكون طريقه طبخها؟ طريقه طبخها مال البيت هي الباكه ينحمس ينذب له ثوم فلفل اسود فقط. حلو. ينذب له ملح. كم خاشوق ستيل تحط وياها؟ ماكو خاش. اكو هاي عوائل عندهم اللحم او كذا اذا ما استوى عندهم يحطون مواعين او خواشيك شفاشير ستيل بتجي درع وده تستوي، شنو يسوي عده يعطي حراره اكثر؟ لا ما ادري يعني مال قبل هاي مال طريقه قبل يعني. ما نحكي على مود يزعلون من عندنا حبايبنا ويقولون هذا يعيبون علينا. نال بسبوسه سمير. يلا بسبوسه يراد لها فرن؟ يراد لها فرن اكيد. تحمي الفرن لو ما يحتاج؟ لا لا ما يحتاج له الفرن يعني طبيعي مو مثل الكيك لازم تحمي الفرن وترجع تخليه. اي صح. بسبوسه اذا يكون فرن طافي عادي يعني. قبل فتره سويت كيك بالبيت اكتشف الطريقه. دائما لما اسوي الكيك يا شيف راكان انا من النوع اللي فضولي كل شوي افتح الباب مال الفرن واسده افتحه واسده تفش عندي هي ثنه فخ بعدين تفش تنكبس. سويت قلت خلي هو انا مو يعني فكرت في الموضوع لا خلاص حطيت الكيكه وسديت الباب مال الفرن نسيتها تيت بالتليفون وبالواتساب وكذا اجيت لقيتها مستويه ومنفوخه هيك قلت هو هذا السر انه لازم ما ينفتح اكيد هي هذا سر المهنه يعني جميع المعجنات هي هاي سر المهنه مالتها لازم لما ينسد الباب ابدا ما ينفتح مره واحده ينفتح الباب هيك مو اكثر. شفت اختراعاتي واكتشافاتي؟ نرجع على الكبسة. اشتم الريحة مالت. دبلها الورق غار. ايضا القرنفل. القرنفل بالاكل كلش طيب. اي.
ينطي نكهة. كمون نص خاشو بتأكل. كركم العفو، هاي مرتين اتوهم فيها. خاشو هو ما دري يعطينا تفاصيل الطبخه زين على لا الكمون الكركم العفو على بسامعك اسامعك. الفلفل الاسود. فلفل اسود. كزبره. كزبره معلقتين. اوكي هذا الكمون اللي تخربطنا بيه. هسه هذا الكمون. يلا ايضا الملح. لا ليش دائما بالبيت نحط او اني بالنسبه لي لما اطبخ احط زيت هوايه اقول عم تتحمر، ما هاي حمرت بزيت. هي حمرت بزيت قليل. ليش يعني هاي مو زين مو صحي طبعا. لا مو صحي زيت الهوايه مو صحي. اقول انا ليش يوم عن يوم دا اضعف. اي سبب الطبخ. سبب الطبخ ما شاء الله. هسه شو ضيف له؟ ضيف له حاليا الطماطم. القوطه؟ اي لو البندوره. بندوره لو الطماطم. لهجه سوريه. كل بلد طبعا لها التسميه. هسه بنضيف لها مي شيء؟ اكيد نضيف لها مي. يلا هسه بعد لو كافي خليها شوي. لا شويه تطلع الريحه مال البهارات وبعدين نذب لها المي، يعني النكهه مال البهارات تعطي نكهتها تنحمس. حلو. بالحمس بدات تفور ال هاي طبيعيه هسه خليها تستوي بعد و يلا خليها خلاط وتسويه. بسبوسه هي ومقاديرها. هي ومقاديرها كل شيء تخليه تعطينا اسمه مقدار. وايضا مقداره دي يحفظوا السميد. نعم. هذا موجود بالاسواق؟ موجود بالاسواق. 250 غرام. 250 غرام سميد. تمام. السكر باودر بالخلاط يعني تقدر تسوي باودر وموجوده بالاسواق من كذلك. يعني نقدر نحطه بالخلاط؟ ايه بالخلاط ايضا كذلك طبيعي. حلو. هذا السكر 200 غرام. 200 غرام. ايه. شو رايك بالصدريه مالتي؟ خبل. حلوه؟ حلوه. الحليب باودر 200 غرام. طيب اذا المشاهدين الكرام ما راح اخليه يكمل ابد بالكواليس البسبوسه لان اريدكم تاخذون كل التفاصيل، فاللي ما محضره ورقه وقلم او اللي ما محضر ورقه وقلم خليه يحضرهن لان راح نطلع فاصل قصير وراجعين لكم. وشكرا الى فيلا 14 وايضا شكرا للشيف الجميل راكان اللي دا يبهرنا بطبخاته. شكرا لك. بعد الفاصل. شكرا لك. اكيد مستمرين وياكم احبتي المشاهدين وشيفكم، ومثل ما وعدتكم ما خليته يمد ايده على البسبوسه الا نرجع بالجو. يلا نرجع تفاصيل. مره ثانيه مثل ما قلنا 200 غرام سكر باودر، 200 غرام حليب باودر، وايضا السميد 250 غرام، بيكنج باودر نصف معلقه، فانيلا نصف معلقه، ذني نخبط نسوية واحدا. الله على ريحتك يا كبسة. بدأ دبلها المي. شقد نضيف لها؟ نضيف لها شمشتين ثلاثة. نرجع هنا بكاسة ثانية زيت كاسة. ثلاث بيضات. ما بين شيء. ثلاثة. حط ثلاثة عادي كل واحدة هي زيادة. هم. اوكي. ما عليه اشكال. يلا. والقشطة 200 غرام 250 غرام. ايضا هنا نضيف له شوية فانيلا على مود الزفارة مال بيض لا تبين عندنا. خبطوها بهاي الطريقة. هذا خبطناه واحد ناهم واحد. ناهم واحد. اي. شنو السبب عمود لي لكلك؟ البسبوسة إذا درت السميد خبطته بالمادة مالته مثل المي أو البيضة والهاي لازم تكون سريع دبه بالفرن مو مثل الكيك وهي تطول عادي ما عليه اشكال بس تعلموا ايضا وانتبهوا مشاهدينا الكرام على كل تفصيله يقولها الشيف راكان وعلى مود تطلع عندكم الطبخه
مضبوطه ما تغلطون بيها. لا قبضناها خلاص هيجي؟ خلاص هيجي حاليا نبدا. هاي صينيه بايركس. بايركس. يلا خلينا نشوف. هاي بايركس ضد الحراره طبعا. ضد الحراره اكيد. هاي ايضا شكلها حلو بيها. شكلها حلو. اقدر انا صراحه استعمل زبد. زبده. وتقدر كلش طبيعي تستعمل الدهن. عرضت الدهن بس ما راح استعمله بس وصلت الفكره انه يعني تقدرون تستخدمون يعني زبده او دهن زيت او دهن نباتي كله يصير. كله يصير طبيعي يعني بس النكهه بس الزبد هي الافضل. انا عندي زبده لان طنكها شويه وريحتها طيبه. ريحتها كلش طيبه يعني. تكون هكذا يعني بهاي الطريقه. لا تلزق العجينه بيها. نقدر ايضا نحط لها ورق زبده. ايضا نقدر نحط لها ورق زبده. ورق زبده شلون يعني شيف؟ ترى مضبوط. اي شيف مضبوط. لا تستهين بالمعلومات هذه. دقيقه. لا لا دقيقه كلش. هسه اوكي؟ هسه اوكي. عادي يكون يعني حتى اذا الزبد باقي زايد هاي يعني مو ضروري. يعني عادي عادي. كلش طبيعي هو الزبد ما ياثر. يلا. شو راح تكون هسه الخلطه؟ راح نخبطها هاي هسه حاليا سوا. نخبطها بالايد مو بخاشوقه وهاي لان هي مثل ما قلت لك تحب السرعه. سرعه يلا. مو طريقه بطيئه. بقى شلون يعني ماسكت بسرعه؟ هي لازم تكون سريع انت وياها. ترجع. ما راح حتى ما اخذت وقت بتدمجها. لا لا ما تاخذ وقت تندمج. هاي هم راح تنفخ ويشوف كذا؟ اي اكيد تنفخ. هسه نشوف. ما تلمسها. شي؟ بهاي الطريقة اضبط فيها. راح تخليها بالفرن؟ هسه راح اخليها بالفرن. درجة حرارة؟ درجة حرارة 200 او 180. وقتها 30 دقيقة يعني. هو طيب. 35 دقيقة 30 دقيقة نفتحها نباوع عليها خمس دقائق طيب. ما يتأثر على العجينة. بالنسبة للكبسة وين وصلت الشوربة؟ أهم شيء ما ننساهن على النار ويحترقن. لا لا ما ننساهن. ريحتها كلش طيبة. بهارات والفلفل. خبط. طيب. هسا نرجع نذبلها المي بعد. بعد ما؟ إيه. على مود التمن. قلت لك من البداية محتاجين مي. ها شنو حطيت كلها تمن؟ لا بعد يعني هذا تمن راح اطبخها بنفس الجدر يعني مو كل وحده بواحد. ايضا ندير له شويه ملح بعد. شنو احط لك مي؟ فد 10 شمشات 5 عفوا. هسه هاي مبدئيا 5 5 هاي 6 ما عندي زياده. احب زياده يعني. هاي طلعت تمن معجن بعد. هاي شايفني لما اروح اشتري لبلبي من كنت صغير بالمدرسه؟ دائما اكل لبلبي اقول له اعطيني مي. اعطيني مي. بعدين اقول له زودني شويه. زودني شويه. بعد هسه اطبق الموضوع. طبق الموضوع كله ما شاء الله. هذا تمن. تمن مالي مغسول. مغسول جاهز. مغسول جاهز هذا تمن. هم نقلب بيها شويه لو ما يحتاج. ايه اكيد نقلب بيها. ايش قد كمية التمن؟ نصف كيلو. نصف كيلو؟ يعني. مال كم شخص هاي الأكلة؟ كفي يعني أربع أشخاص، ثلاثة أشخاص. يعني هي الدجاج قابلة وهاي ونصف كيلو تمن. قليلة هي التمن قليل بس الدجاج يعني دجاجة كاملة، ثلاثة أشخاص كفي. هسه يعني. شوف شلون راح تكون بالنهاية هي بالختام تبين. هسه العفو. لا لا هذا أنا خبطت الأول والثاني. إي. هسه نخليها. براحتها من نص النار؟ لا لا حاليا لا. بالنسبه للعدس شويه سنرجع للعدس اكيد. شوف شلون حلو شكله. سنثرم له. اكو بعض البيوت من يسوون شوربه العدس يخلطوها بالخلاط. ليش؟ يحبوها ناعمه. ناعمه كلش. يحبوها تكون ناعمه ومو خشنه فهي يعني كل واحد وذوقه مو طيب. الا تكون خشنه او ناعمه. هسه ايش راح نبلش؟ نكمل الشوربه ولا ننتقل لل اكيد نذب التوابل للشوربه والبصل. طيب مخرجنا نطلع فاصل؟
لا نكمل يلا اوكي نكمل الشوربه يلا نطلع. انا طبعا كلش اخاف من المخرج يقول لي لا لا خلاص هاي ذباء ها وين راح. تحياتنا لكل الكادر الموجودين خلف الكواليس. اكيد تحياتنا لهم. هسه يلا الشوربه نبدا بالشوربه. هسه جيب البصل. هسه تقدر انت تحضر الطاوه مالتك. ها اكو بالموضوع طاوه؟ اي نحمس البصل. بدها تفور هاي كذا. طاوه صغيره مو؟ طاوه صغيره. زبده ولا زيت ولا؟ بالزيت راح يكون. بالزيت النباتي؟ بالزيت النباتي. كذا اخلي ببله ها. اوكي اوكي تمام. بين ما يحمى الزيت نرجع نا هذا البرغل اي نقع يعني بالعصير ليمون. الليمون هي التبوله تحب حموضه. تحب الحموضه فاحنا طيب هذا البصل كافي؟ هذا البصل كافي. هاي الطريقه خمس دقائق 10 يتنقع ويشرب يعني. ايه وراح يشرب الليمون ماله يعني وراح يعني مثل ما تنقع يعني بالليمون. ايه يتنقع بالليمون. هذا اوكي زيد خلي اجيب لك الطاوله خلي هسه نخلي البصل. العفو. خلاص بس زيت مالك بعده ما حمى مستعجل انت اليوم. يعني لا كلش. يعني اذا ادمر الطباخ انا امسحه له؟ لا لا اوكي عادي. يلا بيناتنا الحكي طفر عندي البصل. بس هو تدري البصل بال على النار وزيت هو يقوم يطفر. هو يقوم يطفر صح يعني مو انا اكيد. بصل التبوله هذا الساعه راح اثرم البصل التبوله كلش ناعم. كلش ناعمه لازم تكون يعني اكو من يحبوها خشنه بس هي التبوله تطلع ناعمه يعني الاغلبيه. بهاي الطريقة شفتها شلون ناعمة؟ على كيف ونعمة. اي ما نقدر نعيدها مرتين ثلاثة؟ لا هي البصل ينمرد. ينمرد يعني يصير مي. هسه ما نخلي بهارات للشوربة؟ لا لا ويا البصل راح اذب البهارات للشوربة يعني. حلو. ايضا طماطة. اجواء المطبخ جدا جميلة. حلو اجواء بس متعبه. متعبه هي اكيد يعني بس اللي يحب المهنه مالته ما عنده تعب يعني لا العمل أنا يعني أقول لك اللي عنده صبر اي يوقف بالمطبخ اللي يوقف. ما عنده صبر خليه ينهزم وبعدين لما تكمل اكله خابره امه تقول له كلت الاكله يلا يجي. اي اكيد لان اذا بالنسبه لي انا ما اتحمل ما اتحمل انتظر هيك ثرم بطيء وقبل اقول يلا بسرعه مو اكيد. هذا ايضا الطماطم لازم تكون طماطه ناعمه. ما اقدر افتح الجذر مال بلي تقدر تقلبها وتفتحها. اقلب يعني يصير؟ اي تشوف الجمهورنا شلون صارت. يمكن حاط مي زايد اني؟ لا لا عادي. باشر شكلها. ستقدر تنصيها يعني. انصيها؟ ايه. زين اذا اقول لك فد شيء ما تقول لحد؟ قول. بين عندنا الحكي. اي. اشاورك؟ شاورني. معك اثنين سياحيه. اوكي. هاي من النار. سنة صيناها نار هذا. ما حسمع. لا لا ما حسمع. ما لحد الان يعني ما حافظ الطباخ يا هي هاي تشغل هاي تنصي هاي كذا. جوز من الريحه جوعان شوي انت بعد. ضيع. يعني كنت اتمنى انه انتم تكونوا موجودين هنا. كان حسيتوا بالشعور اللي انا دا اشعر به.
مو هيك عمده؟ تحياتنا لك. بدا يغير لون البصل. بدا يغير لونه، اكو من يحبون البصل يعني يكون مقسم زايد، واكو من يحبوه يعني يكون بعده يعني بس يذبل وهاي تكون طبيعيه يعني. مو ضروري الا تقسب او تكون بحاله ثانيه. شوف بعض الاحيان اكو اكلات يصير البصل اذا يكون مقسم زايد يصير اطيب، بس انا بعض الاحيان احب اسوي البصل والطماطم، البصل نص استوى نص اطيب شوي ويا البيض. اي ويا البيض يعني ولا اروع مره يوقع هذا فشي. هسه نرجع للمعدنوس. شوف راكان لازم تعلمني هاي الحركه مال لما اسوي هيك واقلب وكذا. صعب عليك؟ يراد لها خفيه شويه. يعني هي يراد لها خفه ايد. خفه ايد يعني. خفه ايد يعني كلش خفيفه تكون. بس ايدي 50 كيلو. اي يعني ما شاء الله وزنك ايدك كلش خفيفه. ها بلشنا؟ يعني. ها؟ بلشنا على الوزن؟ لا هو يعني لازم. يعني رشيق؟ هسه انا لازم اكون سمين لو انت. بما انه انا شيف يعني. ما شوف انت اذا انت شيف فانا اللي اكل من ايد الشيف، فشكرا يدنا عصير. اكيد لازم تسمن اكيد. ايضا مثل ما قلنا هم نعومه، هاي ما تقدر تعيد عليها مرتين؟ لا 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 تمرمر. لا شنو بالافلام المصريه نشوفهم يسوون هيك وكذا؟ هذا التمثيل بس؟ اي بس تمثيل، هاي مجرد بس تمثيل. هذا ملوخيه هم يسوونها ملوخيه. اي ايش عجبتكم لما تستخدموها هاي؟ لا يعني هو يعني يمرمر الاكله عندنا. اه اي يعني كلش المعدنوس الكرافس كله نتمرمر من ترجع عليها مره ثانيه. لازم ثرمة واحدة تكون هي. معلومات كلش حلوة. هسه هذا البصل كافي لو بعد؟ تقدر تذبلها توابلها. يعني هو يراد له بعد تقدر يعني. مو ليش ضروري. ليش ما اجيب واحدة ثانية؟ طيب كل الطبخ يمكن مستخدمها. بخل اللي عندي. إيه. ما شاء الله هواية عندي. يلا إذا مشاهدينا الكرام خليكم ويانا بعد الفاصل. شكرا. لفيلا 14 خليكم ويانا فاصل قصير. ورجعنا وياكم احبتي المشاهدين مشاهدي برنامج شيفكم، واللي يحب يتعلم طبخات لا ينسى وقت البرنامج ويحضر بصفه ورقه وقلم وياخذ تعليمات من شيف راكان اللي هو دائما يبهرنا بطبخاته الجميله. وتقريبا كمل التبوله، انا يعني اذا اشوح بالبصل تعال حط لي توابل. اسمها ذني توابل اللي هي البهارات. خل اقول بهارات. اي خليني اقول شو اسمه وكذا. زنجبيل. زنجبيل. كاري. كاري. شوية كركم. هم النكهة وهم اللون يعني حالته. شوية ماجي دجاج راح يكون معاها على مود الطعم. على مود الطعم. وايضا ملح. ملح. الملح والماجي اذا خبطتهم سوا تنطيب. لا هي شوف طيبة يعني. اكثر ربات البيوت من يشتغلن الشوربة او كذا الامور طبخاتهم اللي خلينا نقول المرقل شوربة ما يضيفون ملح زايد، يحطون على الطاولة او على السفرة مملحة، واللي يحب يحط ملح خليه يحط مو. فاحنا كذلك نحط ملح قليل على مود لا صعب ضغط بعض الناس. اكيد اكيد لازم يكون الملح قليل. هسه شو نقول كافي؟ كافي هسه. نديرها بالجدر مال الشوربه. هاي شو اسمه؟ ايش قد بعد اخليها وقت على النار؟ بعد 10 دقائق ما يقارب. هلا اغطيها. تكمل. بده ياخذ اللون. وطعم البصل والزيت. خليني ارجع للكبسه. اقدر هسه افتحها لو ما يصير؟ لا لا هسه بعدها. بعدها ابقيها؟ بعدها. ايه. بعد تتهدر؟ اي حلو. البسبوسه شنو صارت؟ اه بقى الشكل. عمده تقدر تاخذ البسبوسه؟ لا لا خلي عمده ياخذها، عجبتني اللون مالتها. استوت اصلا. استوت طلعها؟ اي طلعها. طبعا ما احكي لكم مشاهدينا الكرام يعني شكل فتشي. خليني اطلعها انا بدايه. انت تطلعها بيديك لو اني؟ ايوه. يا ريت انا عجبتني الفكره. حلو. وين الشفوف؟ تخيل انه انا اوقعها شو يصير؟ لا ما هو بدلني بيها نرجع نسويها لوحده جديده لازم. هاي شفوف هاي مال
رواد فضاء. هو شوف الفرن هذا يعني دا لا تحترق بيه. يلا راح ادبرها. لا بعدها لينا كل شيء شيء باشا. بعد يعوزه وقت، بعد يعوزه شوي، بعد يراد الهموم، بعد يراد. بس يمكن فوق عالي نصي نشغل الجو. فوق عالي الجو ما مشتغل كافي يمكن. لا لا مشتغل صدق. طفين الفوق، نصيناه شوية فدوى لا تحترق. لا ما تحترق ترى. نفشل قدام المتابعين. هاك هاي شفوفك مال رواد الفضاء. طبعا مشاهدين الكرام تقريبا كملنا اغلب الطبخات اللي هي الكبسة، دجاج، شوربة ما ظل شي دقائق وتكمل، والشيف راكان يجهز لنا بالسلطة اللي هي تبولة والبسبوسة مثل ما شفتوها راد لها بعد شوية من جوه، وتكمل كل الطبخات ونقدم لكم اياها ونقول لكم الف عافية. واكيد راح يعيد لكم مقادير الاكلات، اكيد راح نعيد لهم الساعة يم التبولة. بالتبولة. وين وصلنا بالتبوله؟ هسه راح نقول لك وين وصلنا بالتبوله، هسه راح نبدي نخبطها تبلها يعني. ذبل البصل الناعم. ناعم. طماطة. طماطة الناعمة. ناعمة. حلو. لا مندوزي شوية. لا مندوزي؟ اي شيء قليل. عندنا حموضة؟ اي. والملح. ملح. ليمون ايضا، عصير ليمون. والبرغل. نازل زيت زيتون. طبعاً ما أحشي لكم مشاهدين الكرام على ريحة البسبوسة ترسة المطبخ، يعني الله يساعدهم اللي خلف الكواليس. الله يساعدهم أكيد. ما أعطيكم ولا قطعة نهائياً. نيفر، ما بيها مجال. اللي مد إيده على البسبوسة يعني تنشوي لأن حارة. حارة كلش. هسه اقدر اشوف ال هسه نشوف بيها مجال شوي. بيها مجال. اي الله الله على الشكل. طبعا حتى نظافتي صار بيها بخار. اطفيها. لو بعد خلها قلباني. ما قلبتها. شوف ما عندك ثقة بيها؟ شوف المي بعد بي. لا خليها شوي بعد. خليها شوي بعد. بس انا لازم ايدي لان انا طبخت لكم. اي اليوم الطبخة من ايدك اليوم. اي والله. الشوربة هم تقريبا كملت. ايضا الشوربه من خلصت تقريبا. تقريبا خلصت. هسه شنو عندنا راح تزينها؟ عندنا التبوله كملت. باش شو تقول كافيه شيف؟ خلينا نشوفها. افتحها؟ افتحها لنا اياها. هذا هو. هذا هو. هذا هو نطلعها؟ لازم نطلعها. طبعا ريحتها فتشي. اكيد راح نضيف طعمها. مشاهدين الكرام طبعا البسبوسه كل سهله تقدرون بالبيت تسووها، مقاديرها سهله، وايضا الشيف راكان طاكم كل التفاصيل، بس مجرد انه انتم تنتبهون عليها بالفرن على مده تحترق.
اهم شيء هو يعني الانتباه التركيز بالفرن ماله، يعني يكون ينتبه على الفرن. هي البسبوسه حوالي 35 دقيقه مثل ما قلنا او 30 دقيقه، بعد ما المقارب يكمل. حلو، هسه كملت نرجع للشوربه نصبها. شو تقول؟ بعد شويه؟ عوزه فد 5 دقائق بس تثخن شويه. خليها تثخن شويه. كاملة. اوكي. بس مجرد تثخن. تقريبا الكبسه كملت، عندنا كملنا طبق الحلو وهي حاره. حاره هاي بعد. طبق ال هسه راح نسوي الطريقة الشيرة مال البسبوسة. لها شيرة؟ حلو. اكيد لازم يعني نجهزها على النار؟ نجهزها على النار بس تكمل الطبخة مالتنا هاي، فراح نجهزها الشيرة على النار. طيب. على كيف نبيها. طيب مخرجنا خلينا نطلع فاصل حد ما نجهز المواد الشيرة. اوكي، إذا مشاهدين الكرام انتظرونا بعد الفاصل شيفكم. رجعنا معكم احبتي مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه وشيفكم وصار على الكبسه. جاهزه اكيد يعني الكبسه هسه جهزت. هاي الكبسه مالتنا. طبعا ما شيفكم. شتم الريحه مالتها يعني. الله يستر. الله يستر اليوم. يلا نصبها؟ صبها. حتى لو الكبسه هي من البدايه عليك، راح اخليك انت تصبها وانا اسوي الشيره. صارت فيها حكاكه تدري؟ اي. يلا. خلي اغير هاي عم بجيب ماس صب. ثواني. هاي لو هاي كيفك انت اللي حبيت هاي انا. يلا شيل الجذر. يعني هيك على بالي شيله اغرب. لا لا لا. هاك انت صب لي. ماشي. يلا وانا قلت لك نص كيلو قليل. اي بس ما قليل هي يعني شفت الكميه هسه. اي اطفي النار. طفي النار. لا عفوا مو راح نسوي شيره. نسيت. يلا شغل لك اياها مره ثانيه. حرامات تبذير. هاك ذب الجدر. يلا اكو زبده لو مي وشكر. هاي كاستين شكر. حوالي 300 غرام. اول شيء اخلي مي. خلي المي اول شيء. هذا المي الفاير يمك. ايش قد اخلي مي؟ 6 شمشات. هاي الكبسه. هاي 6 كافية؟ خل اشوفها. كافية. كافية؟ اخلي الشكر؟ فار المي؟ هو اصلا مي حار انا مخليه. هو اصلا مي حار ذب الشكر انت. ابدي ادمج بيه؟ ادمج بيه هذا المضرب. ها بالمضرب؟ ايه. ما نحط نكهه هيل شيء. هي شيره اكو من يحبوها يعني بنكهه، اكو من يحبوها بدون نكهه، بس خلص. هي شيره هاي للبسبوسه، البسبوسه بيها نكهات. نكهات وكذا. راح اسويها ساده بدون نكهه. بس مجرد الحلو. بس مجرد الحلو وشو؟ قطرتين ثلاثه يعني نص قاشوقه اكل. من عصير الليمون. الليمون. ايه. خلاص انت العد شاب زين الطبق اخلص من عنده. راح زين الطبق هذا. عمود نصب الحساء. خلاص هذا هو. اشيل ايدي.
شيل ايدك، شوف الحساء اذا كمل. يا سلام فخيم، وما بينت بيها العدس؟ لا، شيء قليل راح المرد. شيء قليل هو المرد لان بقى على نار هاده. اي بقى شوف يعني مو نار قويه ومستعجل عليها ومباشره اضربها خلاط، فهاي النار هذا هو يمرد من حاله، ما يحتاج له خلاط. اصب؟ صب منه العدس. خليني اطفيه، بس يا هو اللي يطفيه. اوكي. تنسانا هواي سمير يعني. انا لا سريع النسيان. بعدني مدح في الطباخ انه هذه مال العين الكبيره، هاي القصيره الا صغيره، قصيره شو؟ صغيره. ما شاء الله سوري تسولف وياي لبناني، كل شيء يرهم، كل شيء يضبط عندي، كل شيء يرهم. يا سلام على الشوربه. نانا نانا قدمها بعد، امسح خافي. بعد ايش قد اصير شيف ماهر؟ ولو انا اسمي سمير يعني مو ماهر، يعني هو اسمك، اسمك شيف. شيف اي سمير. شيف سمير. اكو من يخلون دائما الجارنش او المقبلات خيار ويا الدجاج. اي ما يرهم يعني، ما يرهم تصير النكهه زفاره، تصير يعني فيقول لك هاي الدجاجه. بدا يدخل الشيره، نحط له ليمون. حط له ليمون. انا الحلو بيها ذكرك يعني، خاف تنسى. تركز انت اكثر مني. ركز لاني احفظها عجبك. ليمون شيء قليل. هذا هو؟ هذا هو. هذا عندي يطي ثخن. لان الليمون والشكر وعلى النار يطي شويه ثخن. اي والطعم ماله يعني يكون اطيب. لا على حامض حلو. موضة شوية يعني تكون بيها. تقدر هسه تدير الليمون، العفو الشيرة مالتك على البسبوسة. كلها؟ مو كلها، دير لها فد. زين، ممكن أنا أشوف أنت شو راح تسوي؟ طفيتها. أو ثلاثة. بالشمشات؟ بالشمشة راح أدير لها، هاي شمشة. هاي شمشة عندي. هاي هاي. يلا. هاي أسود. دير لي إياها ووزع لي إياها عليها. هيك شو ادير على ايدك؟ ها؟ فدوى لك. فدوى لقلبك. كاف. بعد؟ كاف. بعد وحده تصير اطيب. لا مو طالع. هسه راح يشرب يعني الشيره. يعني انا كلش طماع، بالدهن طماع. بالشيره طماع. ما شاء الله. كلنا تحب الزياده انت. اي الحلو والدهن والكذا. اكو شغلات يرام. اكو يلا هسه خلينا نبدي نزين الاطباق مشاهدين الكرام. وبالتالي ايضا بالنهايه راح يعطيكم شيف راكان تفاصيل كل اكله، فان شاء الله يا ربي يعجبكم اطباقنا اللي قدمنا لكم اياها اليوم من حلو وسلطه وايضا حساء وايضا طبق رئيسي اللي هو الكبسه. كبسه الدجاج. كبسه انا اقول مطبق. لا كبسه. كبسه هاي الدجاج. يلا شوي اسرع لان الوقت تقريبا خلاص. تقريبا خلاص هسه انا اسرع بيها. عاشت ايدك. يلا زين الحساء لو ما يحتاج. ليمونه بس. يلا. اكو من يحبون يحصلون الحامض على الحساء يعني دائما. هسه نقطع البسبوسه. هسه راح نقطع البسبوسه. امتصت كل الشيره الموجوده اللي خليناها. عاشت ايدك. طيب. راح نبدا نقطعها قطع كبار.
ها مضيع شيء؟ مضيع. يلا شيلها بالسكينة. شيلها بالسكينة لازم. شيلها بهاي. هاي عندك هنا شفرة. ثانية. عاشت ايدك. نقدر يعني نقدر نخلي لها قشطه للبسبوسه كزينه للطبق. تضبط. تضبط. ما عليه اشكال. وان شاء الله ينال اعجابهم جمهور. يلا شيف راكان اريدك انت والمتابعين خلي هاي هنا اوكي؟ اعطيهم المقادير عيد لهم اياها من جديد ليسجلوها اللي فاتت لهم المقادير يلا طبق ان شاء الله. كبسه دجاج هو اللي يتكون من دجاج بصل مكعبات مثل ما شفتوا حبتين بصل وطماطم مكعبات وفلفل حار معها. التوابل راح يكون هو القرنفل، الكزبره، فلفل اسود، الورقار، الكمون والكركم والملح راح يكون معها. والشوربة العدس الشوربه العراقيه شفتوها مثل ما شفتوها انتم. التوابل ماله مع البصل ينضاف لها لتعطي نكهه اطيب. اللي هو كاري والزنجبيل والكركم والماجي دجاج يكون وياه او مي دجاج. والبسبوسه مقادير ماله مثل ما شفتوها اللي هي 250 غرام سميد، 200 قشطه و200 غرام العفو 200 غرام قشطه ايه 200 غرام حليب و200 غرام سكر باودر يكون معها، بيكنج باودر وفانيلا وكاسه زيت وثلاث بيضات. عندكم التبوله اللي هي برغل يتنقعه بال ليمون بالليمون تنقعه البرغل والبصل ناعم والطماطم الناعمه ينثر الناعم والزيت زيتون الناعم العفو زيت زيتون وياها. وانا احب اقول لكم مشاهدينا الكرام الف عافيه ولهنا انتهت حلقتنا معكم. احب اشكر كادر العمل موجودين خلف الكواليس وايضا شكرا للمخرج، شكرا لك شيف راكان. شكرا لك. وايضا اقدم شكر خاص الى مطعم فيلا 14 اللي وفر لنا هذا المطبخ الجميل. انتظروني باكر وبنفس الموعد واكلات جديده. الى اللقاء.